شي واحد يرقد لاباس فاش عظن اش عذا يوم الفلسطيني راه الدنيا بعد شوف الناس بلاش احساس ما يخليوش الواحد يرقد لاباس عالم كله حسن على عراق وفلسطين استحهم الحجر كتاب القران باليد اليمين قول الرسول للناس المسلمين كي نبديو اعداء الشر ونمحي اعداء الدين ولاد الكلاب اطلع بد من خير اسباب يا الله صب عليهم صوت عذاب شهداء فلسطين امسكهم بيكون الجنه يا الله لحمهم في الدنيا هكاش نتمنى قلب حزين على ظلم الابرياء ظلم كل شيء خلاو الدنيا اخلى فساد لما فرعوا ذات الاوتاد هديتوا كل شيء وانتوا فيها الفساد شوي تخيس انفقهم يا دماء سيغ لا ليست اكزيستون من غيزيست سون با دي توريست ما تبكيش فلسطين صح الدمعة ملعين جنة هي المهد قدرة العالي الامين باش عاضر باش عذاب Come on everybody, to the end, if you're looking at them, just try to understand why they're suffering, running alone with a friend, where they're dying, bleeding, no one is scared, coming up in your eyes, try to see, what the past, what the present, what the future.